هل يجوز اشتراك عشرة في بدنة في الأضحية؟ هذا قول قال به بعض العلماء لحديث ورد في هذا الصدد أن الصحابة كانوا يشتركون عشرة في بدنة، يعني في جمل أو ناقة في الأضحية، ولكنه ليس برأي الجمهور، فالجمهور بنوا على حديث جابر في الحج أن سبعة يشتركون في بقرة وأن سبعة أيضا يشتركون في بدنة، فالجمهور على أن البدنة التي الناقة أو الجمل اشتركوا فيها سبعة أبيات فقط. نعم، قال بمقتضى الحديث الآخر الذي هو عشرة في بدنة، قال به البعض لكنه مرجوح، وفي بعض رواته من لهم مثريد، والله أعلم.